قدمها بشي يقدمها احد ابناء تونس الفائز بجائزه نوبل للكيمياء، هو نعم. احد العلماء في تونس. جائزه نوبل للكيمياء اللي كان كرمه، قلنا هذا كرمه السيد الرئيس ومنحه اعلى وسام البارح، وهو يستحق ذلك. اي نعم، دونك كيف ما قلت انت، دونك معناتها سي مونجي الباوندي هو عالم في الكيمياء، معناتها فات درجه بروفيسور وهو عالم ومتحصل على جائزه نوبل للكيمياء. وما ادراك، جمهوريه تونسيه عرفت جائزه نوبل في زوز مراحل، في الرباعي الراعي للحوار الوطني، اربع منظمات كبرى خذت جائزه نوبل، وسيمونجي الباوندي خذ جائزه نوبل. اليوم الصباح درنا في لافايات، بحكم انه سيمونجي الباوندي يعرف بنفسه في احد الفيديوهات اللي شفتها في شان يوتيوب نتاع جائزه نوبل، يقول اني انا ترعرعت وتربيت بين باريس وتونس في الطفوله، دونك احنا مشينا للعاصمه، تحدثنا اليوم الصباح مع بعض العاملين والخدامه واللي شفناهم اليوم الصباح في العاصمه، ما عرفتش سيمونجي الباوندي. شنو يقولوا ترى؟ تعرف سيمونجي الباوندي؟ سيمونجي الباوندي ولا ما نعرف. تعرف سيمونجي الباوندي؟ لا. اسم الاسم هذا ما سمعتش به جمله. جايز نوبل للكيمياء ما سمعتش به جمله. جميل. لا. ما سمعتش به الاسم هذا جمله. جايز نوبل ما سمعتش به جمله. جمله. تعرف شنو اسم سيمونجي الباوندي؟ جايز نوبل ما سمعتش به. جايز نوبل للكيمياء ما سمعت به. شكون خذاه؟ ما عنديش فكره. في بالك لما توصف جايز نوبل؟ الباوندي والله الاسم مش غريب، الباوندي لقب هذا مش غريب علي، ما نعرفش. جايز نوبل تعرف ما سمعتش به؟ لا لا. تعرفش معناتها جايز نوبل؟ لا لا. اوكي نهار زين. والله لا. اوكي كي. الباوندي لا ما عرفوش. جايز نوبل سمعت شي به؟ اش معناتها جايز نوبل؟ ما نعرفش. لا. وانت سمعت سيمونجي الباوندي؟ باقي سيدي. سمعت شي باسم سيمونجي الباوندي صحافي اذاعه وطنيه. جايز نوبل، نوبل الكيمياء. جايز نوبل سمع بها ما نعرفهاش. جايز نوبل هذيك خذاوها اربع منظمات كبار، خذاوا جايزه واحده. هذا تونسي جابها براسه واحد، واليوم ضيفنا. فهمتني؟ هذا سيمونجي الباوندي. لقب والله نسمع به. باوندي عمري ما سمعت به، حتى انا عمري ما سمعت به اللقب اللي نسمع به. ماما جايز نوبل نسمعوا بها. جايز نوبل نسمعوا بها. نوبل نسمعوا بها. اش معناتها جايز نوبل؟ ما عنديش فكره. سمعت شي بمونجي الباوندي؟ مونجي الباوندي الاسم هذا؟ لا. جمله جمله. مونجي الباوندي اول مره. جايز نوبل تعرفها؟ مونجي الباوندي؟ لا. جمله مونجي الباوندي؟ لا. سمعت شي به مونجي الباوندي؟ ما تعرفوش. باهي خايب زعما. مدام بشير ما تعرفوش الله. الله اعلم به اسم مونجي الباوندي. لازم تجاوبك فيها. باش تجاوب ولا ما تعرفش؟ مونجي باوندي تعرفه؟ لا ما سمعت به البارح، ياخذ جائزة نوبل في الكيمياء. سمعت انه مونجي باوندي ما تولدش في تونس وعاش قرا في امريكا، عاش في امريكا، عاش في الجاي جاي دعاوى ونجح لبرا. ما نعرفوش خلاص. أول مرة تسمع به؟ أول مرة نسمع به. كان تاع الشغل وكل شنو هما كهو. كان تاع الشغل؟ الاتحاد تقصد. هذا هذاك الرباعي الأربع من بعض خذوا جائزة. أما هذا وحده خذا جائزة. باوندي دار باوندي. مونجي باوندي جائزة نوبل للكيمياء. أيه هو سي الباوندي هذا. مرحبا بك إن شاء الله. ما احنا بيد ما فخورين بيك. ماذا بينا احنا نشوفوا كي نشوفوا التوانسه متطلقين، رغم احنا نفسنا نكون متطلقين، خاصه في الظروف هذه اللي قاعدين عاشتها تونس في المده الاخيره. معناها نحبوا على نلوجوا على اولا كفاءات، نلوجوا على معناها بصمه تخلينا نتعش. ما هذا هو هذاك الاضاءه هذيك اللي حاجت بها هذيك الاضاءه. ان شاء الله نتمنى له التوفيق والنجاح ان شاء الله. ضياء الحمد لله اللي فما من اللي استجوبتهم انت في الشارع يعرفوه، ولكن انا اتاسف انه البعض يقول لك لا ما نعرفوش. تلقاه يعرف فنان يغني غناء مشقعب ولا يتبع في نشاط نتاع انستغراموز، معناها تعبث على وسائل التواصل الاجتماعي، وما يعرفوش قامه بمثل قامه المونجي الباوندي المتحصل على جائزه نوبل للكيمياء. ومره اخرى نذكروا اللي البارح استقبلوا السيد الرئيس. موضوع ربما هذا موضوع نلوموا فيه وسائل الاعلام، خاطر من وسائل الاعلام دورها ان تثقف شعبها وتثقف شعوبها ودرجه التفاعل. اي لا ما فما تلافز اخرى واذاعات اخرى تعبث قاعده تعبث. احنا نخدموا على علي نورما، احنا اعلام عمومي، اخلاقيه المهنه هي ضوابطنا، وفي نفس الوقت من مهمتنا تثقيف الشعب التونسي واللي يسمع فينا اكيد يومين، وجمهور الراديو راهو معناتها بطبيعته باش يكون مثقف على جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، بحكم احنا نتبعوا في الشان العام ونتبعوا في الاخبار اليوميه، وكل صباح شخصيا معناتها نصبح على مدير. برافو عليك. بحذايا نعم. رئيس الجامعه تويك، بحذايا رئيس جامعه تونس المنار سي معز. صباح النور سيدي. صباح الخير مرحبا بكم. صباح الخير سي الحبيب. اهلا وسهلا سي معز. بعد العشرة الصباح عندنا محاضرة علمية يقدمها سي المونجي الباوندي، شخص كان يجي يقري في تونس لا محالة. ان شاء الله باش يكون يقري في تونس. ان شاء الله. مرحبا بكم، مرحبا مستمعي. هذه معلومة حصرية رغم كل شيء. لا باش تسمعوا برشا أخبار طيبة، وأنا متأكد كان الأسبوع القادم تعاود تعمل ريبورتاج، الناس الكل باش تبدي تعرف العالم التونسي مونجي باوندي. أكيد كنكونوا نجحنا احنا كوزارة. لا بحول الله، فما تغطية إعلامية كبيرة برشا. أنا الهاتف نتاعي ما وقفش اليوم، عندنا اليوم
ضيف شرف لجامعة تونس منار العالم التونسي المنجي باوندي الحائز على جائزة نوبل للكيمياء لسنة 2023. هذه أعلى مرتبة في العلم، أعلى مرتبة في العلم يتحصل عليها تونس، هذا شرف كبير، شرف لتونس. وكما ذكرت في الحديث البارح وقع تكريمه من أعلى وسام الجمهورية من عند رئيس الجمهورية. دونك اليوم نحن باش يقوم محاضرة علمية باش يكون حاضرين فيها عديد من الأساتذة، طلبة باحثين في ميدان الكيمياء وفي ميدان بصفة عامة. نحن نقول أن النو تكنولوجي هو والتطبيقات اللي باش يحكي عليها الدكتور منجي باوندي. الدكتور منجي باوندي هو في ضيافة جمعية قدماء خريجي المدرسة الوطنية بتونس للمهندسين بتونس بمناسبة مهرجان التكنولوجيا للهندسة. اليوم سيد منجي باش يكون حاضر مع الحتاج بالضبط باش تنطلق المحاضرة 10:30. نحن عطينا موعد 10:30 للأساتذة والطلبة باش يكونوا حاضرين في المدرج والمدرسة. كذلك وسائل الإعلام قرينا حسابنا أنه مع منتصف النهار باش تكون ندوة صحفية مخصصة لوسائل الإعلام كما قلت لك بحول الله، تغطية كبيرة برشا. العالم هذايا فخر بتونس. أنا ممكن أول معلومة باش نعطيها على الصباح وشافها زميلنا أنا قاعد نشوف في شهادة قدامي تويكا. الشهادة هذه سيد حبيب باش تعطى له بعد ما يكمل مباشرة المحاضرة متاعه، وهي شهادة أستاذ شرفي لجامعة تونس المنار. والشهادة بالضبط، وهذا الشهادة هذه باش تقول لنا معناها باش نكون أكثر تعامل معاه، تعامل بيلاترال بين مخابر البحث في جامعة تونس المنار ومخبر البحث الدكتور منجي باوندي كدكتور تونسي. صحيح عنده جنسية فرنسية وجنسية أمريكية، حكاوا عليه الإعلام كفرنسي كأمريكي، ولكن توها دورنا باش نحكيو عليه كتونسي. أنا فخور جدا لأنه هو مغروم ياسر بتونس ويحكي برشا بتونس، وفي كل محاضرات يجبد على الطفولة بتاعه، كيفاش عاش في البارح، يحكي كيفاش عاش في باب سويقة، كيفاش عاش في الصديقية. يعني هذه فخر لنا، وإن شاء الله هذه كل باش نثمنوه، وباش نثمنوا خاصة المعاملات معه مع المخبر مع مخابر البحث في تونس. وإن شاء الله باش تكون معناها توا الناس كل باش يسألهم باش يعرفوا العالم، حتى ما تصيرش ديما هذه عالم تونسي. قلت على كلامك بالأستاذ سيد رئيس الجامعة أن حزمة البعض في جائزة نوبل، شفت المحاضرة نتاعه اللي موجودة في اليوتيوب ديجا، هو توصل أنه جزئية الضوء في تشكيلها وألوانها ودراسة ألوانها وتشكيل جزئية الضوء ساعدت كبرى الشركات في إنتاج الشاشات البلازما وإنتاج الشركات اللي تنتج، باش ساعدت المشاهد باش نجم يشوف التلفزة أكثر، التلفزيون أكثر. قلت لي معلومة ربما نجم ناخذوها حصريا، إن شاء الله كان سهران بنجم يقاري سي منجي هوني معناتها في تونس. بالطبيعة هو توا هو باش ياخذ صفة أستاذ شرفي للجامعة، باش تكون عنده يكون أستاذ زائر باب محلول في كل وقت، عنده زيارة مفتوحة في كل وقت يجي. ولكن هي النقطة المهمة أن نحن باش نبعثوا مشاريع بحث مشتركة مع مخبر الأستاذ الباوندي ومخابر البحث في الكيمياء ولا متعلقة بالنانو تكنولوجي بصفة عامة. عندنا عدة مخابر في جامعة تونس منار، إن شاء الله بتبيع. هو كيف أكثر طلبة تونسة، هذه فخر لتونس وفخر للطلبة تونسة أنهم لك تعرفوا نحن عندنا برنامج عن التأثير يعني مزدوج بين تونس وبين الولايات المتحدة الأمريكية، بين تونس وبين فرنسا، يعني باش يكون في نطاق تأثير مزدوج بين الدكتور منجي باوندي والدكاترة من تونس. رانا في تونس نحن في جامعة تونس متقدمين في الميدان هذا، رانا مازلنا تحصلنا على المرتبة الأولى في المغرب العربي في ميدان في الكيمياء في آخر تصنيف كيوز، رانا متقدمين في النانو تكنولوجي في تايمس اير اديكيشن. يعني نحن عندنا مراتب مشرفه، ومش غريب انه يطلع من تونس عالم كما الدكتور منجي باوندي. سي معز تفضل. شنو رايك يعني الطلبه يلزمهم يقربوا اكثر، او سي المنجي الباوندي وامثاله من القامات المهمه اللي يخدموا البرة في مواقع عديده باش يعرفوهم ويقتديوا بهم ويوليوا كيفهم وحتى احسن منهم لمدى؟ والله شوف انا شهاده من عندي، انا البارح كنت متواجد معاه. انا الحاجه اللي عجبتني انه متواضع جدا، والبارح يشجع في الطلبه في الباحثين التوانسه، قال لهم الكلكم تنجموا تكونوا دي بري نوبل.
قال لهم ما تسلموش، اخدموا كيما خفيت هنا نجموا تاخذوه انتوما. يعني التواضع هذا والتشجيع نتاعو للباحث التونسي اعطاهم شحنه قويه وقويه جدا. هذه كنت فخور بها انه من عالم يحكي مع الطلبه بالطريقه هذه ويشجع فيهم انهم ينجموا هم يكونوا نهار معنا متحفظين على الجائزه هذه. ورانا نحن مش غريب اخويا سي الحبيب، راهو كيما ذكرتوا رانا عندنا توانس اخذوا جائزة نوبل، رانا عندنا معهد باستور احنا بتونس رانا ماخذين جائزة نوبل، هو فرنسي ولكن باسم تونس، باسم معهد باستور بتونس، هو شارل نيكول متحصل على جائزة نوبل. عندنا زاد اساتذه من تونس متحصلين على ليكيفالون احنا نقولوا نتاع جائزة نوبل ولكن في الرياضيات، لانه نوبل موجودة في كل التخصصات إلا في الرياضيات. الإكيفالون تاع نوبل في الرياضيات تسمى فيدس، عندنا توانسة ماخذين فيدس وهذا شرف كبير، ولكن ماخذينها باسم جامعات أمريكية، ولكن درسوا في الجامعة التونسية، درسوا في المؤسسة العمومية التونسية. ولاد تونس ديما موجودين في كل العالم، وإن شاء الله تونس ديما ولادة ديما لا، إن شاء الله يكونوا الطلبة اللي بشي أطرهم سي المنجي إن شاء الله في المستقبل، إن شاء الله بيبان محلولة كيف ما قلت السيد رئيس الجامعة، وان شاء الله فخر لينا. سي الحبيب زاد حبيت نعلق على بعض المواطنين اللي يقولوا انه معناتها الجينات التونسيه فقط في المونجي. انا قريت تقريبا السيره الذاتيه نتاعه، هو يقول ولدت في باريس وكان والدي طبيبا ثم اصبح استاذا في الرياضيات، كانت والدتي معلمه الرياضيات في المدرسه الثانويه، بعدها انتقلنا الى الولايات المتحده الامريكيه، اصبحت والدتي عالمه حاسوب، كانت جدتي من جهه الام طبيبا وجدتي من جهه الاب كانت صيدلانيه، يعني ربما صيدليه في العاصمه كانت ام سي المنجي. يمكن كنت محاطا باشخاص لديهم اهتمام بالعلوم. يتحدث برشا سي المنجي، يقول اول امتحان كان لي في هارفرد كان كارثيا، اخترت الكيمياء لاني كنت جيدا فيها في المدرسه الثانويه وكان لدي معلم رائع. عندما وصلت الى هارفرد قررت اني اصبح فيزيائي لانه كان صعب جدا. هو الكلمه اللي يقولها والمفتاح، يقول الفيزياء الكيميائيه، معناته هو في مجال البحث نتاعو يحب يدخل الفيزياء الكيميائيه. دونك عموما نجم نكونوا جاوبنا المواطنين اليوم ال 11 تاع الصباح في المدرسه الوطنيه للمهندسين، باش يكون سي المنجي البوندي موجود في تونس وسائل الاعلام تكون موجوده في تونس كيف الطلبه والاساتذه، واحنا فرحانين بهذا الحدث. شكرا، مرحبا بكم، مرحبا بكم جميعا، مرحبا، شكرا على التغطية الإعلامية وشكرا لاهتمامكم بالجانب هذا العلمي والجامعي. هذا حدث تاريخي، وإن شاء الله كما معناها سنة 2023 كان عالم تونسي، إن شاء الله في علماء آخرين توانسة نعم موجودين. هذا اللي حبيت نقوله لك سي معز، يعني أيوة. أنتم كإطارات عليا في الجامعة أيوة. وكرئيس جامعة، إمكانية البحث والوصول إلى أسماء أخرى ربما تكون بعيدة إلى حد ما باش نعرفوها إحنا. لا هو راو هو توا التغطية الإعلامية صارت على خاطر بالحق راو شرف كبير لتونس أنه عالم تونسي، عالم تونسي فخر لتونس. إيه ولكن فما برشا كفاءات أخرى تلقاهم في اليابان. عنا السنة الماضية نحن كنا استضفنا عالم فيزيائي في نوبل فيزيائي، نحن كنا زادة كيف فما عالم أحمد زويل زار جامعة تونس منار العالم المصري. عالم المصري وعطيناه شهادة دكتوراه فخرية لجامعة تونس منار. نعم. وتعاملنا معاه كعالم هو كيف عالم مصري ولكن باسم الولايات المتحدة الأمريكية، وقعدت معاملة معاه مع العديد من الأساتذة من تونس. يعني نحن عندنا العديد معاملات خاصة تظهر في النشريات، تعرف لو نحن تونس بكل فخر سي الحبيب رانا في البحث العلمي نحتل المرتبة ما بين 5 و10 في العالم، راهو خاصة خاطر نحن كيف يحسبوا الانتاج العلمي يحسبوه نسبة لعدد السكان. أي نعم كي يحسبوا نسبة لعدد السكان راهو وصلنا حتى المرتبة 5 في العالم. ممتاز. يعني راهو تونس راهي ممكن في مراتب متقدمة، ممكن الإعلام ممكن ما وصلش البوزيسيون هذه تاع تونس، ولكن توا نأكد لك بعد الوجود العالم التونسي والنقاش الثري باش يكون، خاطر عندنا العديد نحن من الأساتذة كما الأستاذ حبيب بشريحة باش يكون موجود، هذا عالم كذلك تونسي في الميكانيك كوانتيك، الأستاذة فوزية شرفي، الأستاذة الوزيرة سامية شرفي كذلك مختصة في في الميكانيك كوانتيك، يعني العديد نحن عندنا من الخبراء باش يكونوا موجودين اليوم وباش يتناقشوا وباش يكون ان شاء الله ان ايشانج معنا فركتيو، وباش تكون بعد التبادل هذايا ما بين الطلبه وما بين الدكتور منجي بوندي باش نبنيوا العلاقه صحيحه على عن طريق يعني ابحاث يعني عمليه. وكما ذكر زميلنا يحكي على الاذياء
تكلم معناها حكي على كل شيء، على السيرة الذاتية نتاعه وعلى المسار نتاعه، راهو عنده تطبيقات جديدة خاصة في مستوى الطب. نعم. يعني بتعرف في علاج السرطان راهو عنده تطبيقات جديدة، وهذه بحول الله نحن باش ندخلوا لها. تعرف نحن في الطب متطورين برشا في تونس، بحول الله في مجال الطبي ممكن نبنيوا مع علاقات، وان شاء الله نشوفوا نسمعوا نتائج جدارية جديدة. نعم. الله اعتراف الغراب للطلبة اللي يحب يبحث ويحب يتقدم راهو ينجم. اكيد ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. شكرا. هو يعطيك الصحة، راهو هي مسؤولية مشتركة. نعم. نحن كأكاديميين وانتم كإعلاميين راهو نتواصلوا مع بعضنا، وهذه هي المعلومة اللي لازمها توصل. وكما قلت وإن شاء الله نحن مع سي ضياء الأسبوع القادم عاود أخرج وعاود أسأل بحول الله. بالنسبة كل بسولي تعرف الدكتور الباحث العالم التونسي المنجي البوندي، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا سي معز شفرة رئيس جامعة تونس المنار، وشكرا أيضا للزميل الشاب ضياء الدين الكريفي. شكرا يا ضياء، شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا زملائي فريق برنامج يوم سعيد لهذا اليوم الأربعاء 22 ماي، في الإخراج الفني مروان الدريدي، في الإذاعة المرئية عمار جبالي، بالقاعة الفنية المركزية علي ذويبي، في التنسيق العام فاطمة عبار، وكذلك في الفقرات حسام الدين الهمامي وضياء الدين الكريفي. حبيب جغام يرجو لكم أوقات طيبة. أحمد حمزة أرجع يا عمي يهديك.